أكدت إسرائيل ما نشرته مصادر استخبارية سعودية لنداء بوست من خلال تأكيدها على وصول مجموعات من الحوثيين إلى المطار الدولي لدمشق انطلاقا من مسقط ومن مطار صلالة في سلطنة عمان في رحلة الخطوط الجوية شام. وتضم المجموعة ضباطا وجنودا، وحسب المصدر السعودي فإن 60 شخصا وصلوا إلى المطار الدولي لدمشق في 24 من آب أغسطس 2022 ونقلوا مباشرة إلى منطقة الدريج فيري في دمشق. والمجموعة المذكورة موجهة لتكوين من 45 يوما في معهد الكوموندوهات في الدريج والعودة إلى صنعاء. وحسب نفس المصدر الأمني فإن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يقومان بالتدريب على العمليات وعلى الأمن الروتيني في المدن، كذلك على التكتيكات العسكرية وخصوصا على الكمائن وعلى الصواريخ المضادة للدبابات، دون أن تنسى التغطية العبرية استخدام السلاح الكيميائي. وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة من خلال هذا الموقع للقيادة السعودية المتورطة في هذا الملف، لأن التقارير وصلت إلى رئيس المخابرات العامة السعودية الجنرال خالد بن عبد الله الحميدان. وسبق لنفس المصدر السعودي أن نشر ما سماه أنشطة جماعة الحوثي في سوريا أبريل الماضي 2022. وقد زارت في وقت سابق لجنة حوثية دمشق ودير الزور لتطير بعدها إلى طهران. وقد التقى الوفد بمسؤول الحرس وحزب الله في السيدة زينب جنوب دمشق وفي البوكمال وفي الميادين بدير الزور. وكل حركة الجماعة جماعة الحوثي تكون بتنسيق كامل مع القيادات الإيرانية. وينقل الموقع العبري عن المصادر السورية وجود الحوثيين في سوريا منذ 8 أشهر. وأكد موقع ناتساف عن تأهيل وتدريب على الدرونات في المطار الزراعي في السويداء شرق درعا. إنها، يقول الموقع، مفاجأة مرة لليمنيين أن يكونوا في مواجهة إسرائيل. إنها مسألة أخرى. وقد استخدم كلمات قادحة في حق شعب اليمن لن ننقل الأخيرة منها. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أصبح واضحا اليوم أن إسرائيل تريد تحميل المسؤولية لرئيس مخابرات العامة السعودية على وجه دقيق بذكر اسم الجنرال خالد بن عبد الله الحميدان. إذن أول ما تريد اليوم أن تقصده إسرائيل من كل هذه الترجمات أو من مصادرها الخاصة أو من مصادر سورية، مصادر سعودية، وأيضا من لمحة استخبارية أو تغطية استخبارية، استهداف الجنرال حميدان، لأنه قد يكون متواطئا أو أنه مع خط الهدنة التي لا تريده إسرائيل، وتريد إسرائيل أن تتورط أكثر السعودية في هذه الحرب لاستنزافها، إلى حين أن تكون إسرائيل هي المخلص بالأساس، وأن يكون التطبيع في وضع إكراه وليس وضع اختيار من السعوديين. إذن هذه مسألة رئيسة يتأكد من خلالها أن استهداف محمد بن سلمان من طرف إسرائيل تبدأ من استهداف الحميدان، وهذه صورة دقيقة مما يجري. المسألة الثانية أن الرسالة القوية التي حاول أن يسوقها الموقع قضية سلطنة عمان. وسلطنة عمان كما هو معروف، وبعد أن فتحت الأجواء طبقا للاتفاقيات الدولية دون تمييز بين إسرائيل أو بين غيرها من الدول في قضية المملكة العربية السعودية، وجدنا أن سلطنة عمان لا تزال تقفل مجالها الجوي، وهذا الذي يجعل من قرار السعودية من دون معنى على الأقل بالنسبة لتحرير الأجواء تجاه جميع الطائرات بما فيها إسرائيل، أي دون حصر أي دولة بالنسبة لمثل هذا الوضع، وضع تحرير الأجواء أو المرور عبر الأجواء السعودية. لذلك فإن استهداف سلطنة عمان إحدى الأهداف الرئيسة،
فيما الحميدان لديه علاقات كبيرة وجيدة مع سلطنة عمان، وتريد أن تضرب هذا التفاهم الاستخباري بين الحميدان وبين نظيره في سلطنة عمان، وبهذا يمكن أن تصل إلى هدفها من أجل إعادة توريط المملكة العربية السعودية في حرب مفتوحة ضد الحوثي، أيضا في استنزاف سلطنة عمان واتهامها بدعم الإرهاب وغيرها من الاتهامات المعروفة، وأيضا التستر على علاقات متوازنة هي بين المملكة العربية السعودية مع جزء من طاقم محمد بن سلمان، لأن المهم بالنسبة إليها محاولة إقصاء كل الجنرالات القريبين من الهدنة أو الراغبين في الحوار مع إيران. كل هؤلاء تقصدهم تماما وتريد فصلهم عن توجهات محمد بن سلمان. إن هذا هو الشيء الأساسي للغاية. وسلطنة عمان مستهدفة لسبب بسيط للغاية، ليس فقط لأنها قناة ما بين إيران وبين السعودية، وليس لأنها مكان تفاهم وأيضا مكان لتوازن العلاقات الإيرانية السعودية وبناء علاقات على أساس الاحترام وعلى أساس تسوية أمنية بشكل كامل. كل هذا لا يريده الإسرائيلي. يريد الإسرائيلي أن يكون في البحرين وأن يتمدد أكثر، لكنه بقي في البحرين ولم يستطع التمدد ولو إلى الإمارات العربية المتحدة نتيجة تصور رجالها للأعمال من جهة، ورغبة رجال الأعمال في أن يكون التفاهم أو على الأقل التعاون في الشركات المختلطة على أراضي إماراتية وليس على أراضي ما يسمى بإسرائيل. إذن أمامنا هذا التصور الدقيق للغاية بالنسبة لهدف إسرائيل من القصف الموجه باتجاه الحميدان رئيس المخابرات العامة السعودية وباتجاه سلطنة عمان، وبالتالي استهداف العلاقة الإيرانية السعودية التي تمر من العراق. اليوم العراق يعاني والكاظمي يعاني، لهذا فإن هذا المسار الثاني الخاص بسلطنة عمان يجب أن يقصف. ولذلك فالحملة الإعلامية ضد سلطنة عمان دقيقة للغاية، خصوصا بالنسبة لطيران شام عبر صلالة وعبر مطارات سلطنة عمان. إذن أمامنا الموقف من السلطنة، وأمامنا صعوبة أخرى أكبر، أن هناك استهداف مباشر ليس لرئيس المخابرات العامة وحسب بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وإنما أساسا للمخابرات العسكرية لسلطنة عمان، لأن السلطنة لديها قائد الآن لا يزال شديد التمسك بالهوية العربية ولديه خلفية على العموم، ويحاول أن يصل إلى ربما إلى معادلة أخرى قد تحرم إسرائيل من تمددها انطلاقا من منصة البحرين. وهذا هو الأساسي في كل العملية، أن ليس الحميدان وحده وإنما أيضا نظيره من المخابرات العسكرية في سلطنة عمان. ونأتي إلى استهداف آخر بالنسبة لشام وهذه الخطوط التي تؤهل اليوم لقصفها. قصفها وهي على المطارات، يعني أن الرحلات والطائرات المستخدمة من شام هي تستخدم الآن من أجل نقل إرهابيين بين قوسين حسب الاصطلاح الإسرائيلي، وبالتالي فإن إمكانية قصفها ليس فقط في مطارات حلب ودمشق التي تجاوز من خلالها الإسرائيلي وأخذ يقصف بنية المطارات كلها، هذه زاوية أساسية، إذن تصعيد كبير وخطير للغاية. ومن جهة أخرى فإن هناك رغبة في الوصول إلى الشركات، بعد المطارات سنصل إلى شركات الطيران وهكذا، قد تقصف أي طائرة في أي مكان بالنسبة لهذه الشركة الداعمة للإرهاب أو الناقلة للإرهابيين وهكذا، فإسرائيل ستنتقل إلى المرحلة القادمة من المطارات إلى شركات الجوية وخصوصا منها شام. إذن لدينا هذا المخطط الإسرائيلي الواضح للغاية
لكن كل هذا مجرد ضغط على محمد بن سلمان انطلاقا من السعودية نفسها ومن نداء بوست وغيرها وباتجاه الإعلام العبري. والإعلام العبري يريد أن يضغط على السعودية ليس أبدا في تغيير محمد بن سلمان، وإنما في إبعاد الجنرالات والقريبين منه الذين لا يوافقونه وجهته باتجاه إسرائيل. إذن الأهم بالنسبة لإسرائيل خلع وإقالة كل المسؤولين الذين لديهم موقف من إسرائيل، وهذا أهم شيء، ولذلك فالحمدان لا تريده إسرائيل. والآن أهم معركة في داخل المملكة العربية السعودية تبدأ من الحمدان وتنتهي مع الحمدان، لأن بذهاب الحمدان ستذهب قيادات بين قوسين لا تسمح بالتطبيع بين محمد بن سلمان وإسرائيل. لكن في واقع الأمر هناك حسابات أخرى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.